المفرزة التوعوية بالاشتراك مع أبطال اتحاد الطلبة اليوم بمفرزة توعوية وإرشادية وتعقيمية. أيضا راح نتجه إلى المناطق الموجودة دار مدار ساحة التحرير. السلام عليكم. شلون الأطفال؟ أنا كلش سعيد من أشوفهم ملتزمين بالإجراءات الوقائية. إحنا عرفك عن نفسنا، إحنا فريق تطوعي من ساحة التحرير. أنا دكتور محمد، مفرزة طبية توعوية، الشباب جماعة اتحاد طلبة بغداد. الأرضية يومية تنغسل بالقاصر، البيبان تنمسح بالقاصر، الأفرشة والملابس بالديكول والكحول، وحاولوا يوميا الفراش والملابس اللي بتلبسوه والفراش تنامون عليه تطلعوه من ساعتين إلى 3 ساعات من الشمس يكون أفضل، يمتطي الفيروس عليه. وحاولوا تصيرون مثل هذا الطفل، لابس شفوف، لابس كمامة، ملتزم كلش. حلو، هذا الوعي عند الأطفال كلش.